صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 9 لسنة 2017، وجاء فيه يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 21 لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات النص الآتي: المادة الأولى تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمعلومات، وتشكل برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة النفط، هيئة الكهرباء والماء، مجلس التنمية الاقتصادية، مصرف البحرين المركزي، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، المجلس الأعلى للمرأة، المجلس الأعلى للبيئة، ديوان الخدمة المدنية. ويصدر قرار من وزير شؤون مجلس الوزراء بتسمية أعضاء اللجنة، وذلك بناء على ترشيح كل جهة من الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد، ويسمى القرار نائبا لرئيس اللجنة من بين أعضائها يحل محل الرئيس في حال غيابه. ويكون للجنة مقرر لأعمالها يقوم بالتحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.